صباح الفل والورد والياسمين على أجدع ناس المصريين. الحقيقة النهاردة يوم جميل ويوم مليء بالتفاؤل والأمل والإيجابية. عايزين نسلط الضوء على كل ما هو حلو ونبتدي نهارنا بإذن الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الصحة والستر، ونبتسم في وش كل من يقابلنا ونبتدي نهارنا ونقول نهارنا نادي بإذن الله. النهاردة معانا أخبار كتير حلوة وجميلة وإيجابية، وعندنا فقرتين حلوين برضه، عشان منهم فقرة مهمة جدا أعتقد توقيتها مهم جدا، عشان ازاي ولادنا اللي نجحوا الحمد لله بفضل الله في الثانويه العامه ازاي يقدروا يختاروا كليتهم وايه سوق العمل محتاج ايه، حاجات كتير جدا نتكلم فيها. بس قبل ما نتكلم في فقراتنا خلوني اقول لكم شويه اخبار حلوه كده على الصبح نبتدي بيها يومنا كده، حاجه تبقى جميله. عايز اتكلم على وزاره الصحه والسكان، عملت موقع الكتروني ويب سايت عشان تسجيل قوائم الانتظار للعمليات الجراحيه واطلاق خط ساخن لهذا الغرض برقم 15300. الرقم 15300، اي حد عنده مشكله صحيه او يعني هيعمل عمليه كبيره يقدم في يتصل ب 15300. التسجيل على الموقع بيكون على مرحلتين، الاولى للمرضى على نفقه الدوله من خلال تسجيل الاسم والرقم القومي وتاريخ صدور القرار والمستشفى ونوع التدخل الجراحي. اما بقى المرحله الثانيه فبتكون التسجيل لاي مريض عنده تدخل جراحي او تامين صحي والمجالس الطبيه المتخصصه. الحقيقه هقول لكم برضو الموقع الالكتروني http://wl.smceg.com، وهنلاقوها عندنا على صفحه بتاعتنا على جروب مصر جميله ان شاء الله هنحطها، ويمكن هتبقى موجوده فعلا معايا على الهوا. بيهدف الموقع الالكتروني الى رصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبيه الحرجه للبدء الفوري في علاجهم وتقديم الرعايه الطبيه العاجله اللائقه لهم مع مراعاه الحالات الحرجه. الحقيقه يعني بدل ما نمسك في الحاجات السلبيه يعني نقدر نقول حاجات ايجابيه. عندنا موقع دلوقتي محترم، حضرتك لاي حد محتاج جراحه او عمليه بيقدم فيه وبيكتب يسجل فيه زي ما قلنا بالرقم القومي وتاريخ صدور القرار والمستشفى ونوع التدخل الجراحي. مهم جدا ان احنا اي حد عايز يتصل برضو رقم 15300. ده كان الخبر الاولاني، وزي ما عندنا حاجات نقدر خلينا نتكلم على الفيسبوك شويه نقول نهري فيها طول النهار في حاجات سلبيه، ممكن نهري في حاجه ايجابيه، ممكن ناخد خبر زي ده نهري عليه النهارده، ايه رايكم؟ اعتقد حاجه ايجابيه ممكن تفيد، على الاقل لو ما فادتناش في الهري هتفيدنا في ان احنا ممكن اي حد مريض يقدر يستفيد من الموضوع ده. طيب خلونا نروح لحاجه تانية وهو الطريق الدائري الإقليمي. انتهاء أعمال القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي وهو يمتد من بنها حتى طريق الإسكندرية القاهرة أو القاهرة إسكندرية الصحراوي بطول 57 كيلومتر وأربع حارات مرورية من كل اتجاه، وبيشمل 62 عملا صناعيا 23 كوبري و39 نفق زي ما احنا شايفين، وتم إنشاؤه بتكلفة حوالي 5 مليارات جنيه. هي حاجة مشرفة لو قعدنا نبص كل شوية شوف حاجات الجميلة اللي قدامنا دي، محتاجين ان احنا نلقي الضوء عليها اكتر، محتاجين ان احنا نشوف بجد ان احنا بنعمل حاجة لبلدنا في التوقيت ده بالذات، لان احنا بنبني وفي نفس الوقت بنحارب الارهاب، لكن بنبني كتير في جميع المجالات، عندنا مصانع، عندنا انجازات، عندنا طرق، ويمكن شبكة الطرق بسم الله ما شاء الله الله اكبر حرير، والناس اللي بتسافر يعني كل الناس اللي سافرت اليومين اللي فاتوا دول، اللي راح الساحل، اللي راح العين السخنة، شرم الشيخ، اي مكان اكيد لمس الطفره اللي حاصله في الطرق، خصوصا ممكن نتكلم على طريق السويس، طريق الاسماعيليه، وفي حاجات لسه انشاءات بتحصل وفي كباري بتتعمل كبيره جدا. يمكن امبارح انا كنت متجه في طريق الاسماعيليه شفت من بعد منطقه الحرفيين لغايه لما توصل لجمعيه عرابي والحته دي يمكن او العبور، يمكن كان في مجموعه من الكباري بتتعمل لسه صرح، بصراحه حاجه تفرح يعني. اعتقد الفترة اللي جاية هتشوف طفرة اكبر بشكل كبير جدا. طيب تالت خبر بقى وده مسك الختام بالنسبة للاخبار، فاحنا كنت سايبينه للاخر عشان نتكلم عليه باستفاضة اكتر. مشروع منتجع هضبة الجلالة. ايه مشروع منتجع هضبة الجلالة؟ بتبلغ مساحة المنتجع حوالي 500 فدان وبيطل مباشرة على البحر الاحمر. بيحتوي المنتجع على عدد من المشروعات، منها بقى مدينة الالعاب المائية، مارينا اليخوت، ممشى دراجات هوائية، المنفذ البحري، الفندق الساحلي، ممشى الكورنيش الساحلي، الرويال كومباوند، الفندق الجبلي، الطريق التبادلي، الهايبر ماركت، المركز الترفيهي، محطة التلفريك، مجمع المطاعم، ويحتوي على 172 مطعم. تتضمن المرحلة الأولى والمقرر افتتاحها قريب جدا بإذن الله كل من مدينة الألعاب المائية وممشى الدراجات الهوائية
ومارينا اليخوت والمنفذ البحري والمركز الترفيهي ومحطة التلفريك ومجمع المطاعم والفندق الساحلي والهايبر ماركت. المركز التجاري والترفيهي بتكون مركز من 6 مباني، مارينا لليخوت، وفي كمان المارينا دي بتحتوي على جزئين وهما مارينا لليخوت وتسع حوالي 234 يخت، والجزء الثاني منطقة المطاعم وكافيتيريا ومركز خدمات الزائرين وأصحاب اليخوت. مشروع التلفريك بيحتوي على 9 عربات، العربة الواحدة بتساوي حوالي 125 راكب، ويصل طول المسار المشروع 4.5 كيلو متر. الفندق الساحلي زي ما احنا شايفين بيتكون فندق ساحلي اللي بيضم تم تصميمه وتنفيذه على احدث الطرق الهندسية والتصميمات المعمارية، هيكون تحفة فنية ان شاء الله. وعلامة مميزة المشروع من 257 غرفة 34 جناح، بهو المدخل، صالونات للانتظار، قاعة مؤتمرات عملاقة، 4 قاعات فرعية، مطعم رئيسي ومطعم تخصصي، وموقف طبعا باركينج للسيارات. منطقة الفيلات والشاليهات، وفي الفندق الجبلي. بسرعة كده، الفندق الجبلي بيرتفع عن سطح البحر حوالي 60 متر، فيه 272 غرفة و26 جناح و16 غرفة للاستخدام اليوم الواحد الديوز، و4 غرف لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مئات الغرف السياحية والفندقية المجهزة على أعلى مستوى. كفاية أقول أكتر من كده، حاجة حلوة بصراحة، حاجة جميلة. وأتمنى إن الإعلام وشبابنا على الفيسبوك، عشان الفيسبوك أصبح والسوشيال ميديا بشكل كبير نوع من أنواع الإعلام المتطور، وبيتابعوا ناس كتير، ان هم زي ما بنتكلم وبنهرج وبنضحك ممكن نعمل شير للحاجات الايجابيه عشان خاطر نرفع الروح المعنويه لينا مبدئيا وللناس كلها. طب عندي في حلقه النهارده فقرتين. الفقره الاولى نتكلم عليها زي ما قلنا، ازاي تختار الجامعه بتاعتك. اسال نفسك قبل ما تعمل اي حاجه، انت الحمد لله نجحت وربنا قدرك وعديت من الثانويه العامه، طب هتعمل ايه؟ هتختار ازاي؟ مجموعك جاب لك ايه؟ انت بتحب يعني الجامعه اللي انت رايحها دي لازم تكون بتحبها، لازم تكون فاهمها كويس قوي، لازم تكون ليها علاقه بسوق العمل، مش ممكن تتخرج مثلا في مجال مالوش شغل. حاول تشوف السوق كده، ادرس السوق، ادرس الدنيا. كان كل وقت ليه اداء زي ما بنقول، كان في وقت معين كليه التجاره كان لازم كل الناس تخش تجاره، تجاره انجلش كل الناس تخش تجاره انجلش، اداب فرنساوي عشان اللغات او اسباني او صيني او كل الناس تخش. دلوقتي سوق العمل محتاج ايه؟ ده لازم تكون مهم جدا. معانا ضيفنا الكريم استاذ دكتور مهندس عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس الغرفه التجاريه للتوظيف، هيكلمنا اكتر عن هذا الموضوع، خصوصا ان احنا لسه خارجين من ثانويه عامه، وان شاء الله التنسيق المرحله الاولى اشتغلت، والفتره الجايه في التنسيق المرحله الثانيه والثالثه والازهري وكل الحاجات دي. عايزين نعرف شبابنا بيفكر ازاي، او يفكر ازاي، ازاي يتعلم يفكر عشان خاطر مستقبله. الفقرة الثانية نتكلم على العمل التطوعي، ومجموعة من الشباب نشاط نادي الإبداع Innovation Club، مجموعة من الشباب جمال جدا فكروا ان هم يعملوا حاجة لبلدهم، عمل تطوعي غير هادف للربح. قالوا نعمل ايه؟ احنا محتاجين حاجتين، ان احنا نعمل workshop او ورشات عمل للأطفال والشباب، من اول أطفال لغاية الشباب، من 6 سنين لغاية مرحلة الشباب، نعلمهم حاجتين: أهمية العلم والتعلم والتعليم بشكل كبير، وفي نفس الوقت الأخلاق وثقافة الأخلاق والعادات والتقاليد بتاعتنا اللي احنا تربينا عليها. كون معايا ضيوفي الكرام: أحمد عبد النبي مؤسس النشاط، وأسماء غريب عضو بالنشاط، وعبد الرحمن خالد برضو عضو بالنشاط. أتعشى من فقراتنا تكون جميلة وإن شاء الله تعجبكم. هنطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع نبتدي على طول بأول فقرة، ودايما مصر جميلة.